خبراء من خلال مجلة فوربس الأمريكية بيقولوا لك احذف متصفح جوجل كروم من عندك فورا، والسبب خطير جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. في تقرير اتنشر على مجلة فوربس الأمريكية واللي اتقال فيه كلام كتير جدا، وتحط فيه متصفح جوجل كروم تحت الميكروسكوب شويتين، وقالوا ان في مشاكل خطيره شويتين لسه ما تمش الاعلان عنها بالشكل الكافي علشان توصل لل 3 مليار الا شويه مستخدمين لجوجل كروم. وذكروا نصا ان متصفح جوجل كروم تخلف عن المنافسين، يعني بمعنى اخر المنافسين سبقوه فيما يخص حمايه المستخدمين، راحت عليه سيكا. خصوصا بقى وان جوجل كانت نشرت من فتره من خلال المدونه الرسميه انه في 8 ثغرات واخطاء عالجتها كانت موجودة في المتصفح بتاعها، وكان سببها مجموعة هاكرز كده مسمين نفسهم البازل ميكر او صانعوا الفوازير. يعني ما بنحبش نترجم الاسم ساعات لاننا بنحس كده ان هو بيفقد خطورته وبرستيجه. وطبعا نشرت في المدونه بتاعتها تفاصيل صغيره كده عن الثمان ثغرات اللي جت دي وان هي قدرت تتعامل معاها، ولكن جد جديد. وقال لك بقى التقرير، هو اللي قال لك يعني، ان بعيدا عن الدعايه والمزايا اللي ممكن يقدمها لنا جوجل كروم، الا انه عباره عن فوضى مش طبيعيه لما يجي الامر ناحيه الحمايه والخصوصيه، وان خطه جوجل في التعامل مع ملفات تعريف الارتباط او الكوكيز من مصادر الطرف الثالث لسه ما اتنفذتش، والتكنولوجيا البديله خلت الموضوع اسوأ. وهنا بقى فايرفوكس كان ليه دخول مفاجئ وعمل تصريح قوي جدا، قالك ان متصفح جوجل كروم هو المتصفح الكبير الوحيد اللي مش بيوفر لمستخدمي اي حمايه من التتبع. طب بعد كل الكلام الكبير ده بقى ايه الحوار اصلا؟ جوجل نفسها كانت قالت ان مشكله التتبع عملت ازمه ثقه مع المستخدمين، وان حوالي 72% من المستخدمين شايفين ان كل تحركاتهم بيتم مراقبتها فعليا من خلال الاعلانات ومن خلال شركات التكنولوجيا، وان حوالي 81% من المستخدمين شايفين ان اضرار التصفح من خلال متصفح جوجل كروم اكتر من الفوائد. وهنا برضو كان في دخول مفاجئ من خلال محرك بحث دك دك جو، واللي قال لك من خلال تويتر ان 80-90% من المستخدمين رافضين الاعلانات المبنيه على التجسس عليهم، وان في اكتر من منظمه واكتر من خبير طلبوا رسميا الحكومات بوقف الاعلانات الموجهه من خلال مراقبتهم. وحسب التقرير ده قال لك ان جوجل سايبه المتصفح بتاعها مفتوح المصدر ومفعل فيه التتبع بشكل افتراضي، وبيسمح فيه بسهوله بتتبع بيانات المستخدمين علشان العوائد الفلوس يعني، وفي نفس الوقت علشان الاراء السياسيه وسرعه وصولها، وحاليا ما عندهاش اي خطه بديله للموضوع ده. وهنا بقى كان في تقرير صادم من الخبراء بيقول لك ان اكتر من 50 شركه بيشوفوا على الاقل 91% من بيانات المستخدمين. وفي تقرير برضو او تصريح صادم من مهندس في جوجل قال لك ان في اكتر من 600 شركه بيشوفوا على الاقل 50% من بيانات المستخدمين. والنظام الجديد اللي جوجل عملته اللي اختصار اسمه فلوك، واللي قائم على استهداف الناس كمجموعات بدل من اشخاص بناء على الاهتمامات المشتركه ما بينهم، قال لك ان هو فشل ذريع، وده لان الناس ولو في بينهم اهتمامات مشتركه ففي برضو اهتمامات فرديه، الا انه النظام لبس في الحيط في الحته دي وجمع كل البيانات على بعضها ودخلها في بعضها وعمل لخبطه وفوضى كبيره جدا، وكمان ده سمح له ان هو يجمع بيانات اكتر. وعلى الناحيه الثانيه بقى جاء في التقرير سكرين شوت لمتصفح سفاري، المتصفح الخاص بابل، وقال لك انه في خلال عمليات التتبع اللي تمت اخر 28 يوم كان اغلبها من جوجل مش من مصادر خارجيه، وعلشان كده بقى الخبراء رشحوا استخدام متصفح سفاري بديلا عن متصفح جوجل كروم، خصوصا وانه تم نشر تويته ثانيه قالت لك ان جوجل هتمنع ملفات تعريف الارتباط الخاصه بمواقع الطرف الثالث اللي بتعمل الازمه دي في خلال سنتين. وهنا بقى هنقول احصائيه مثيره شويتين، وهي ان جوجل بتدفع 15 مليار دولار سنويا لشركة أبل علشان يكون محرك البحث الرئيسي لأجهزتها. والخبراء طبعا ما نسيوش الناس اللي مش معاها أبل ورشحوا له متصفحات تانية زي بريف وزي موزيلا فايرفوكس وزي دك دك جو، وانا شخصيا بستخدم متصفح مايكروسوفت ايدج، وليك الحريه. المهم بس في النهايه انك تمسح متصفح جوجل كروم لان بياناتك حاليا في الشارع، وزي ما قال تعليق ساخر على تويتر ان لو بيانات التصفح موجوده في الشارع فالشوارع الجانبيه زي الباسوردات والكريدت وكل البيانات الخاصه بيك اللي بيتم تسجيلها موجوده ويقدر يدخل عليها في اي وقت. وبكده نكون نهايه الفيديو، ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا، ويكون في عندك هنا زرار اشتراك وجنبه جرس تقدر تدوس عليهم علشان تتابع الجديد اول باول. شكرا للمشاهده، نلقاكم على خير.